شاء الله عشان انتوا بقى هتنامي تحلمي ليا فرق المرامات يعني يلا. طب انت تحطي الميك اب تطلعي ابو لهب، انا احط الميك اب اطلع قطعه من الدهب. احب اقول لك يا صديقي ان اللي فات ده كله مجرد نبذه عن اللي هتشوفه في الفيديو. عنكبوت العلوم من مملكة العلوم دي النهاردة هيكون مختلف شوية. هنعمل رياكت على تيك توك اللي بيتعمل في رمضان ونشوف نظرة الناس ليه. يلا بينا. تعال معي كده، تعال تعال معي كده، تعال. ايه ده؟ بيفكرك ب هي دي خلة السنان. طب انا كمواطن مصري في رمضان استفدت ايه من واحده طالعه بترقص على خلتين سنان؟ فيديو 15 ثانيه ما فيهوش اي افاده. خش على بعض، خش على بعض. طب انت تحطي الميك اب تطلعي ابو لهب، انا احط الميك اب اطلع قطعه من الدم. اسم الله عليك انت. طب ما تشيلي التندة الاول اللي فوق الزرقاء دي وبعدين كلمينا. شيلي التندة الاول، ارفع التندة عشان خاطر الليل هيلاقي دلوقتي وبعدين كلمينا. هو مش مصدقني فنزاجي يا اغلى من حياتي قمر يا بنت يا دودو. نهار ابيض في ايه يا ولاد قمر قمر. اللي نفسي افهمه انت بتعاكسي نفسك على ايه؟ انت عارف احنا ممكن ناخد الوش ده زي ما هو كده نعمله ماسك ويطلع بيه في عيد الميلاد عادي. ده وش بتاع بتاع الحلوين يا جدعان، خوف في الناس ده تطلع في او الناس كلها هتخاف. انا اول واحد لو شفتها هجري. حالا بالك انا طالع وشدوني جافه انا ما حبش وبقالي ساعتين في الشارع قضيتها عصير وما كانتش فين صاحبك طاهر يحكي لنا شويه حوارات مش شايفه ظاهر وفي البوتاجاز على الشربات. يا سمير يا قصير اطلع يا ابن بين الريموت واتسرع على الحلقة. ايه ده يا بنتي؟ ايه ده؟ ايه الميك اب الرمضاني العسل ده؟ ايه الاحترام ده كله؟ ايه البوحية دي كلها؟ جي ال سي اعلنت افلاسها بعد ما شريت منها البضاعة دي. ليه كده؟ ليه كده؟ ده ميك اب رمضاني؟ يعني متوقع انك تروح تصلي بالمنظر ده؟ لكن ترى واقفة كده؟ بالمنظر ده؟ دهان وبوه يا ودي ومعك وسكينة رايح وسكينة جاي. ليه ده كله؟ ورمضاني كمان؟ رمضاني؟ شفتوا الاحترام؟ اما انت مالكش حق. ليه بتعمل كده؟ مش شايف البنت عاملة ميك اب رمضان مهتمة بالناس بتراعي الناس؟ مش تخلي بالك انت من الحاجات دي؟ خش على بقى. انتي واحدة إليجان تسحي تاكلي كروس سيم وني 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 عشان وني 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 عايزة بحط معا مني يا عايشك يا شفاني. انتي واحدة إليجان بص بيغني لا وكمان بص لفوق ده ولا ايه؟ عايز اسمع الاغنية بصوتها. انتي صوتك اثبت ان الغنى حرام شرعا حقيقي. اقولها لك انت لازم تقدمي ذا فويس كيدز والله هيحبوكي قوي هناك. خش على بعض. طب ده ايه ده؟ انت ليه لابسه الشوز في ودانك؟ ده تحت. طول عمري بقى من الفلوس تحت يعني اول مره اشوفه فوق. ايه دول؟ ايه دول؟ انا عايز اعرف دول ايه؟ لابساهم هنا ليه؟ يا ماشي هيش الشبحه يعني بعد اللت والعجن اللي انت عملتيه ده كله هي اللي شرشوحه؟ انت جايه منين يا بنتي؟ بعد اللت ده كله هي اللي شرشوحه؟ انت تعلمي بلد. انا اخدك عندنا منطقه تعلموهم من باب لباب، تعملي كورسات تنزلي الناس وتدفعي فلوس وبعد كده يعني ان شاء الله ربنا هيكرمك وتبقى في حته تانيه. ويا ريت تبعد عننا. اه والله. خش على الله. ثانيه ثانيه يا كابتن، خش على طول فين؟ انت ايه؟ مدخلنا اوتوبيس عندك؟
ايه اللي خش على طول والدنيا حلو. التاني كان قاعد بيعمل حمام قام قايم لابس البنطلون وقام ماشي. يعني انتوا كلامكم ببلاش، في حاجه ما عملتهاش يا عم؟ خش استحمى الاول بعدين تعالي تعالي بس اتكلم عن الكلام بعدين، بس خش اغسل الدنيا وتعالي اتكلمنا، انا ما قادر اسمعك والله. عشان انتوا كلامكم ببلاش وبيحكوا تهرتلوا على النت على وشي، مش انا استعجال استعجل مين فيكم هيسيد. ده الموضوع كان لايف، ده في ناس كمان يعني هم كانوا داخلين واحد ورا الثاني. يا عم الحلاوه دي كلها يا عم، ده نظام حمام مغربي ده، ولا بتزنقوا كلكم ساعه المغربيه وبتروحوا تنجشوا بعض وتروحوا كلكم لحد الحمام؟ هوب حمام مغربي هوب 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 وتروحوا ماشيين. للاسف ده كان اخر فيديو معانا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد.